السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه ميني دودو. النهارده عملت الفينو بتاع الافران، بس احلى من بتاع الافران بكتير جدا جدا، طعم وريحه. يلا بينا نشوف الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا بيكم. عندنا هنا مقادير الفينو، بسيطه جدا وسهله قوي واي حد ممكن يعمله. المقادير معايا هنا: كيلو دقيق، وعندي معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، نص معلقه صغيره ملح، وعندي نص كوبايه زيت، ومعلقه كبيره خل. طبعا الخل مفيد عشان بيبيض العجينه وبيخليها هشه وحلو. وعندي هنا 3 كوبايات لبن، هنحتاج من 2 ل 3، هنشوف هنحتاج قد ايه على حسب الدقيق اللي معانا. الكوبايه المعياريه دي هي اللي عيرت بيها الدقيق، وهي اللي عيرت بيها اللبن. اول حاجه هحط كل الحاجات الجافه على الدقيق، الملح، وحطيت الخميره، وحطيت السكر، وادي ايه البيكنج باودر. نقلبهم مع بعض بقى تقليبه حلوه، مفيش اسهل من كده. هيطلع معانا كميه حلوه من الفينو، وهيطلع نتيجته جميله جدا. بعد كده هضيف الخل، وبعد كده الزيت، نص كوبايه، ممكن تعملي ربع كوبايه وتعملي بقيه الربع كوبايه الثانيه زبده. هنخلط بقى مع بعض، وهننزل باللبن. اول كوبايتين هننزل بيهم، وبعد كده الكوبايه الثالثه هنشوف نحتاج منها قد ايه. هدي اول كوبايه اهي، وادي تاني كوبايه، وتالت كوبايه هنزل بيها شويه بشويه لغايه ما الم العجين. لو عندك عجان يكون افضل طبعا، حطيها في العجان هتسهل عليك الوقت والجهد. ما عندكيش لميها بقى بايدك. عايز عجن حلو محترم كده لمده 10 دقايق، مش اقل من كده. اهي فضلت ادعك فيها لمده 10 دقايق، والطبق نضف معايا ولمتها كلها. هسيبها بقى تخمر من نص ساعه لساعه حسب درجه الحراره عندكم، وهقول لكم بعد كده هعمل ايه. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، العجينه خمرت اهي 100 100. بصوا اهي، قعدت ساعه بالظبط. اخرج بقى منها الهواء، اختمرت وبقت 100 100. هقطعها بقى في الوقت ده حسب حجم الرغيف اللي انا عايزاه. انا ما قلتلكوش صحيح هعمل فينو ليه. انا طبعا عايشه بره مصر، فما فيش الفينو بتاعنا بتاع الافران الجميل بتاعنا مش موجود. فانا هعمل فينو عشان عايزه اعمل كبده اسكندراني، فالكبده طبعا بتبقى جامده جدا بالفينو. اهي العجينه بتاعتي، هقطع بقى منها على حسب حجم العيش اللي انا عايزاه. هقطعها بقى كلها بالشكل ده كده كور صغيره، واكورها واركنها. عايزه الارغفه كلها تطلع قد بعض، حطي ميزان وزني القطعه، بس يعني مش هتفرق. اهي بالشكل ده حجم الرغيف في ايدك بقى، اعمليه كبير اعمليه صغير حسب الاستخدام اللي هتستخدميه. طبعا لو في رحله ولا حاجه هيبقى حلو قوي، والصيف جه بقى ممكن تستبدلي اللبن اللي احنا حطيناه في العجينه بالميه، مفيش اي مشكله. اللبن كان دافي، نسيت اقول لكم ان انا خدت كوبايتين ونص لبن من الكوب المعياري. نحاول نخلي الكور كلها قد بعض، هخلص بقى الكميه وارجع لكم. خلاص قسمتهم كلهم بالشكل ده، طلعوا 25 واحده تقريبا. جهزت الصاج بتاعه اهو، يا اما تحطي فيه ورقه زبده يا اما تدهنيه بدهنه زيت خفيفه خالص. طبعا اللي حجمهم كبير دول هم اللي اختمروا للمره الثانيه، يعني دول عاملاهم في الاول. اللي حجمهم صغير دول لسه هيختمروا تاني، يعني الفينو بيختمر 3 مرات، مره في الطبق العجن اللي احنا عملناه بعد ما خلصنا، مره بعد ما قطعناه، وتالت مره بعد ما نشكله ونحطه في الصاج. هغطي بقى بقيه الكميه دي عشان وشها ما ينشفش ويشقق، وهاخد ايه اول واحده انا عملتها.
ابرم كده واضغط عشان لسه هيختمر تاني فما يفكش معايا. اهم حاجه بقى في الاخر اقفل كويس قوي الحته دي. وهنقفل من الجناب برضو عشان يكون زي بتاع بره بالظبط كده. والحته اللي هي احنا قفلنا عليها نخليها من تحت بالشكل ده. اهو شكلته بالشكل ده، هسيبه بقى يختمر نص ساعة كمان. دي اخر واحدة معايا اهي، خلصت كل الكمية اللي عندي. انا عايزة حجمه صغير عشان يبقى زي اللي بناكله بره في الشارع من المحلات يعني، بيكون الرغيف رفيع كده ومسلوع. شغلت الفرن على درجة حرارة 200، نقفل من هنا كويس قوي عشان ما يفتحش معانا تاني. بس نضم الجنبين اهو اخر واحد. بصوا بقى ده اللي اختمر خلاص، هدخله الفرن. انا شغلت الفرن من وانا بشتغل يعني بقى له ربع ساعه كده على درجه حراره 200، هحطه في الرف اللي في النص. دول اختمروا خلاص اهم، ده اللي لسه عاملاه. شوفوا حجمه لسه ما زادش ازاي زي ده. قبل ما ادخله الفرن بقى هدهن وشه. عندي فرشه اهي وحطيت هنا معلقتين لبن عليهم شويه سكر صغيرين. تقدري تعملي الكفر ده اي حاجه زي ما انت عايزه، ممكن صفار بيضه مع شويه فانيليا مع شويه خل، هيدي لون حلو قوي. ممكن معلقه نسكافيه وتدوبيها في شويه ميه برده وتعملي بيها الوش، بس انا حابه اعمل باللبن لان هو معجون باللبن وما فيهوش بيض، فانا مش عايزه احط فيه بيض. بس تخلي ايدك خفيفه وانت بتدهني كده عشان ما نبوظش التخمير اللي حصل في العيش. عايزه بقى ترشي سمسم او حبه البركه براحتك، ترشي مش عايزين خلاص. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 200، هولع من تحت بس، ولو ما خدش وش من فوق هحط الشواية دقيقتين تلاتة قبل ما اطفي. اول ساعة خرج معايا هوم الفرن، اول حاجة هعملها لازم ارش مبخة مية كده صغيرة واغطيه فوطة. تمام، مش عايزة تبخيه ما تبخهوش، بس غطيه فوطة هيطرى ووشه يبقى حلو معاكي. شوفوا بقى لسه طالع من الفرن هم وهوج وهوج يا جمال ويا جمال. نرش بقى عليه رشة المية ونغطيه بالفوطة زي ما انا قلت لكم، بس لغاية ما يبرد. شفتوا بقى العيش جامد جامد جامد. بصوا التسوية، بصوا طري جدا حلو قوي، عمل كمية كبيرة. بصوا بصوا الجمال، طري قوي هينفع لكل السندوتشات. بصوا نفتح واحد
زي ما انا قلت لكم انا عاملاه صغير كده عشان هعبي فيه كبده، لكن انتوا بتتحكموا في حجم الساندوتش براحتكم. لكن انا عايزاه زي بتاع الشارع، بتاع الشارع بيبقى ساندوتش ارفع من ده كمان، بيتاكل على قطمه واحده. بصوا بصوا مفرغ من جوه ازاي، وريحته حلوه جدا جدا جدا. جربوه بقى هيعجبكم جدا، هعمل بيه سندوتشات الكبده واوريها لكم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، والفينو روعه روعه روعه، بالذات لما باكل تاني يوم بقى طعمه احلى كمان. جربوه ان شاء الله يعجبكم، اشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.